ما خلاص احنا الحمد لله يعني اعتقد المنتخبات اللي موجوده في بطوله العرب برضو منتخب زي الجزائر منتخب محترم، منتخب مصر، عندك المغرب، عندك تونس، عندك لا في منتخبات، عندك نيجيريا، عندك الكاميرون. لو جيت تحط المنتخبات دي كلها لا في منتخبات قويه، عندك السنغال. لا يعني هي المنافسه قويه. لا هو انا كنت انا بحب النادي الاهلي، وانا قلت قبل كده وانا ما زلت بقولها، اللاعب الوحيد اللي دخل النادي الاهلي بدون مقابل هو انا، ما استفدتش باي حاجه عشان حبا في النادي الاهلي. فنادي المنصوره كان يعني كان عايز يوديني اتجاه تاني نادي الزمالك، وانا كنت طالب نادي المنصوره، طلب النادي الاهلي سوري. فجي بعد فتره الامور كانت اتصعبت شويه، ونادي المنصوره كان جاي له مبلغ اكبر من نادي الزمالك، وانا مصمم على النادي الاهلي. فبعد فترة طويلة وبعد مناقشات وبعد مشاورات وبعض حاجات كتير جدا، نادي المنصورة الله يرحمه كابتن حسن مجاهد، رحت له قلت له انا لو ما لعبتش في النادي الاهلي الامور هتبقى صعبة عليكم وعليا، وانتوا استفدتوا مني انا كلاعب، وانا مش هقدر العب درجة تانية. كانت المنصورة نزلت درجة تانية، فقال لي خلاص يا ياسر احنا موافقين. كان في الوقت ده الرقم اللي انا هقوله لك ده يعني كان في الوقت ده رقم كبير في التسعينات. قال لي خلاص تجيب ال 120 ألف جنيه للنادي الأهلي هيتنزل بهم عن الاستغناء، وال 30 ألف بتوعك كمان اللي أنت هتاخدهم من النادي دلوقتي تديهم لنا بشيك. فأنا اتنزلت عن الـ عن الـ عن الرقم بتاعي واديته للنادي المنصورة، ودي كانت يعني أمنية حياتي اللي أنا بحقق حاجة لأسرتي وعيلتي والنفس أنا كمان، وكسبت من ورا النادي الأهلي كتير شعبيته وحب الناس ليا، والحمد لله ربنا رزقني بالمال وربنا رزقني بالأولاد، فدي كل دي نعم من ربنا سبحانه وتعالى ثم الاهلي يعني. لا انا هم كانوا رافضين زي اي اسره، يهمها الدراسه يهمها، وده وانا مش بقول لك كده عشان الدراسه لازم تبقى مهمه لاي لاعب كوره، ثقافه، مش لازم اخد مؤهل عالي، مش لازم ابقى دكتور، عايز تبقى حاجه كبيره ده حاجه كويسه، لكن لو تقدر توفق بين ده وده مفيش مشكله، عندك موهبه الكوره كمل فيها، اللعبه حلوه واللعبه الناس بتحبها ولها جماهيريتها ولها شعبيتها ولها شهرتها، إذا ربنا وفقك فيها خلاص ما فيش مشكلة، ما وفقكش فيها يبقى أنا برضو ليا اتجاه الدراسة. زمان كانت أنا كنت عايز أخد بين الاتنين، بين اللي أنا أخد مؤهل مش شرط يبقى مؤهل عالي، وفي نفس الوقت أكمل في مسيرتي اللي ربنا موفقني فيها. بس في الأول وفي الآخر برضو هو نصيب، الناس ما تصرفش اللي أنا عايز ولادي يطلعوا لعيبة كورة ويلعبوا كورة ومش عارف وفلان، لا ما تحطش الكلام ده في، سيبها لله. أول حاجة تعملها مع أولادك ربهم تربية كويسة، يعني الحمد لله بالفطرة أنا والدتي ووالدي الحمد لله مربينا طبعا ديننا والصلاة، بس في حاجات خدناها بالفطرة، احترام الناس، الأخلاقيات، السلوكيات، إزاي الكبير يعطف على الصغار والصغار يحترم الكبير، حاجات احنا تربناها في الريف. بعد كده بقى خلي ابنك يمارس أي لعبة هو بيحبها، ممكن يبقى متفوق في اليد، متفوق في الباسكت، متفوق دراسيا، متفوق في العلم، متفوق في الطب، فمش لازم نضغط على الاولاد اللي هم يطلعوا. احنا نصيب، انا نصيبي كده الا الحمد لله انا ربنا كان ميسرها لي، ويمكن ده كان رزق انا واخواتي واسرتي، فالحمد لله كان يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله الكلمتين دولت بس يوصلوا لاولياء الامور. يعني ما هي طريقه اللعب كان في الوقت ده هي اللي بتحولنا، يعني طريقه اللعب كان زمان ممكن نلعب ب 4 4 2 5 3 2، فكانت الطريقه هي اللي بتحكمك. لكن احسن ماتشات ليا لما كان بيبقى معايا باك ليفت ورايا مثلا بيلعب ورايا وانا بلعب قدامه، فدي كانت بتفرق معايا لان انا باخد الشق الهجوم اكتر من الدفاع. بس في الاول وفي الاخر الحمد لله انت مش هتاخد اكتر من نصيبك الحمد لله. اعتقد ان انا عملت يعني مسيرتي في مع المنتخب او مع النادي الاهلي اعتقد الحمد لله بقى لها بصمه، ومنتخب اولمبي او منتخب عسكري كل ده الحمد لله ليه بصمات فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم واحد لعبت معاه هو كابتن حسام حسن، ده من احسن فراود، وفي فراوده وفيليكس من اللعيبه المميزه. لا بص النادي الاهلي طول عمره مليء بالنجوم، يعني انا كنت بعشق كابتن محمود الخطيب، ده راس الحربه وده اللي انا قلتها قبل كده من اللعيبه اللي انا كنت بحبها، وده اللي خلاني احب النادي الاهلي. في عندك بقى فراوده كتير، بص على العصور كلها هتلاقي كان في وقت من الاوقات في موجود احمد كشري، كان في موجود علي ماهر، في موجود كابتن محمد رمضان، الكابتن ايمن شاوي، كابتن حسام حسن، فيليكس، بعد كده عماد متعب وفلافيو وحسام وسامع حسني ومحمد فضل، هتلاقي يعني انا مش عايز انسى، واحمد بلال، يعني في كتير انا مش عايز انسى حد عشان
هظلمهم، عشان في لعيبه كتير جدا كان لها دور مع النادي الاهلي، وخاصه اصل راس الحربه ده النادي الاهلي هو راس حربه منتخب مصر يعني. احسن هدف واغلى هدف كان انا جبته اولا في نادي المنصوره اللي هو ناديه في الدقيقه اللي هي الوقت الاضافي اللي الناس يقول لك النادي الاهلي بيكسب ازاي، في الدقيقه الثالثه من الشوط الثاني الحكم ادانا 3 دقايق، كنت انا احرزت الهدف الثاني، كان فوزنا على المنصوره 2-1 في صاله القاهره، وكانت يعني من الاهداف اللي بعتز بيها قوي يعني. انا جبت يعني انا ما عنديش كم بالاهداف مع النادي الاهلي، مع نادي المنصوره احرزت اهداف كتير، بس مع النادي الاهلي ما كانش يهمني احرز اهداف قد ما يهمني اخد بطولات ونكسب المباراه، فكانت الامور مختلفه، ضغوط مختلفه، بلعب هنا على بطوله، هنا بلعب على اللي انا عايز ابقى متواجد بشكل كويس في الدوري. الماتش المميز في افريقيا بالنسبه لي كان مع النادي الاهلي في افريقيا سبورت لما حصلنا على كاس افريقيا، ما هي اغلى بطوله، لا كانت اغلى بطوله سواء مع النادي الاهلي، انا خدت مع النادي الاهلي 18 بطوله، فكلهم بالنسبه لي غاليين، سواء كاس عرب بطولات عربيه او بطولات افريقيه او بطولات دوري وكاس، لكن مع منتخب مصر كانت البطوله اللي كنا احنا حاسين بطعمها كانت افريقيا 98.